السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. عارفه في شغلتين مش ممكن أنا أخاف منهم أبدا بالحياة، لا الخطيرة العجز يعني ولا الموت. عندي إيمان فظيع إنه الواحد لما بده يموت بده يموت، يمكن هلا أنا وقاعد بجوز موت بدي يموت، وإذا مت تعال شو عليه أحسن ما موت مثلا. وفي ناس كتير بيخافوا من الموت وليد اللي كيف بدنا نموت كيف مدري شو الواحد بده يخلي بده يجي يوم بده يرتاح ويموت. شيء عظيم يعني أنت متفائلة وفي الوقت نفس واقعية جدا واخدة الحياة بالبساطة بساطة بساطة ويعيني على البساطة. طيب أنا مصباح، آخر مشاريعك يعني أنت دلوقتي مشغولة بإيه؟ بتعملي إيه دلوقتي؟ مثل ما قلت لك مهرجان بعلبك، وفي فيلم اسمه كرم الهوى سميناه. مهرجان بعلبك ده جاي ولا اللي جاي؟ اللي جاي بالصيف. يعني بتبتدوا من دلوقتي من هلأ